هاي سنه بقول لك اللي لاباس عليكم، هاني اصح لاباس، امور طيبه. المهم هاد اليوم تنشوف في انستغرام واحد الفيديو المتداول ديال واحد الدري صغير تكون عنده شي 8 شهور 9 شهور تقريبا، قلت 10 شهور. الاب ديالو كيعطيه الشيشه. كذلك شفت واحد الفيديو اللي هو متداول واحد البوسه باش يبوسو بواحد البوسه مثيره، يعني ماشي ديال البوسه ديال الاب للابن ديالو، لان حنا كنكون عندنا وليدات وما تنبوسوش ولادنا بديك الطريقه وما كنتعاملوش بديك الطريقه. كنتمنى من الجمعيات الحقوقيه لحقوق الطفل انهم يتدخلوا في هذا الموضوع، لانه فعلا باش انا كنشوف واحد الاب اللي هو باقي جون وكيعطي للولد ديالو الشيشه، يعني هذا كيغتصب الطفوله ديال داك الدري الصغير. ثاني حاجه هذاك الدري تيعطي واحد النظره لمجموعه من الشباب باش يديروا بحاله. وكنتمنى ان من الوالدين لا باقيش يتزوجوا بناتهم في الصغار، عرفت لا باقي تزوجوا بناتكم صغار، ما باقيش تزوجوا بناتكم صغار، راه زعما شكون تيكون الضحيه المجتمع؟ لاننا احنا اباء، احنا عندنا وليدات،